السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أحمد علي. فيديو النهاردة إن شاء الله هقدم لكم طريقة لإظهار شاشة الهاتف على الكمبيوتر. طبعا طريقة سهلة وبسيطة جدا، وهتقدر اللي أنت تعملها بكل سهولة، وكمان هتقدر تتحكم في شاشة الهاتف بكل بساطة. تمام، فتابع الشرح للنهاية لأنك إن شاء الله هتستفاد من فيديو النهاردة. وقبل ما نبدأ الفيديو ده، يا ريت لو أنت مش مشترك في القناة ادعمنا باشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. دلوقتي يا شباب هنروح على الهاتف عشان اوريكم الخطوة الاولى اللي لازم تعملها قبل ما تشتغل بالطريقة دي. اول خطوة لازم تعملها في الهاتف الخاص بيك انك تيجي هنا، تمام، هتخش على الاعدادات هنا الضبط هو، تمام. بعد كده هننزل للاسفل، هنبدأ ننزل للاسفل بالشكل ده، ونيجي هنا عند كلمة حول الجهاز عشان نبدأ نفعل خيارات المطور ديت زي ما حضراتكم شايفين. تمام، لازم نفعل خيارات المطور عشان نبدأ نديه الصلاحيات المطلوبة. فعشان تفعل خيارات المطور لو ما لقيتهاش عندك هنا، هتبدأ تخش على كلمة حول الجهاز من هنا، بعد كده هتضغط هنا على كلمة معلومات حول البرنامج، بعد كده تضغط على كلمة رقم الإصدار هنا ديت، تضغط عليها مرات. هنا بقول لي البرنامج يعني مفعل تمام اهوت، لأني عامل الخطوة دي قبل كده. تمام، بعد كده هتبدأ ترجع هنا، هتلاقي خيارات المطور اتفعلت اهيت، هتبدأ تخش عليها بالشكل ده. بعد كده هتنزل للأسفل، هتلاقي هنا مفيش علامة هنا، هتبدأ تعلم عليها تاني، هتبدأ تشغلها. تمام، هنا عندك كلمة تصحيح USB ديت لازم تكون مفعلة عشان ما تواجهش أي مشكلة. وبكده نكون خلصنا أول خطوة معانا، ونبدأ نروح للكمبيوتر عشان نكمل الشرح. تمام، وبعد ما تفعل الاختيارات دي على الهاتف، هتبدأ اللي انت تيجي بقى على الكمبيوتر وتحمل البرنامج والكراك الخاص بالبرنامج، لان البرنامج ده مدفوع يا شباب وتمنه غالي جدا، فانا جبت لكم الكراك عشان تبدأ تستخدم البرنامج مجانا. تمام، فرابط تحميل البرنامج والكراك ان شاء الله هسيبه لكم في وصف الفيديو. فبعد ما نحمل البرنامج والكراك، هنبدأ بقى نلاقيهم على سطح المكتب بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نعمل اكستراكت هير للبرنامج، برنامج تمام، هيبدا ينتج لنا البرنامج اهوت، وهنعمل اكستراكت هير للكراك زي ما حضراتكم شايفين كده، هيبدا ينتج لنا الكراك اهو. تمام كده خلاص، احنا مش عاوزين دولت، المهم عندنا البرنامج والكراك اهم زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا بقى كده دبل كليك على البرنامج عشان نثبته، هننتظر كده ثواني لحد ما تظهر معانا واجهة التثبيت. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هتبدا تظهر لنا الواجهه دي، هنبدا نضغط هنا على كلمه انستول، وهننتظر هنا بعض الثواني لحد ما يتم اكتمال العد ده ل 100%. تمام، هو هنا طبعا بيتم تثبيت البرنامج، انا هوقف الفيديو واشغله اول ما يخلص عد عشان ما اطولش على حضراتكم. وهنا شباب بعد ما خلص عد بدأت تظهر لي الواجهة ديت، هنبدأ نضغط هنا على كلمة ستارت ناو، هيبدأ يظهر لنا شاشة هاتف، هننتظر كده بعض الثواني لحد ما تظهر معانا. هنا طبعا عمل لنا أيقونة للبرنامج اهيت، دي طبعا اللي هنضغط عليها بعد كده عشان نبدأ نشغل البرنامج. طبعا هو ظهر لنا الواجهة دي زي ما حضراتكم شايفين، هنبدأ نضغط هنا على السهم ده للأسفل كده، بعد كده هنضغط هنا زي ما حضراتكم شايفين، وهنضغط هنا على كلمة الو. تمام، هنا بقى بقول لي وصل الكابل اليو اس بي بالكمبيوتر وبالهاتف. تمام، فانا كده هجيب كابل اليو اس بي هبدا اوصله بالكمبيوتر، وكمان هبدا اوصله بالهاتف الخاص بيا. تمام، زي ما حضراتكم شايفين انا بدات ان انا اوصل الكابل اهوت. طبعا بيبدا يظهر لك في الهاتف يعني قائمه بيقول لك سماح او الرفض، هنبدا نضغط هنا على كلمه سماح، وهيبدأ يتصل بالهاتف مباشرة، وهننتظر هنا العداد ده لحد ما يكتمل 100%. هنا شباب بيقول لي في قايمة ظهرت لك تاني، هنبدأ نضغط على كلمة موافق. تمام، في القايمة اللي على الهاتف عشان يبدأ يعمل اتصال تلقائي بعد كده، هننتظر هنا بعض الثواني. هنا جاري الاتصال اهوت، خلاص هنا 90% اهوت وهيتصل. طبعا هو بغيب اول مرة بس، بعد كده بيبدأ يتصل معاك يعني بسرعة. تمام، هنا 95% ثواني وهيتم الاتصال زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ نضغط هنا. تمام، وممكن نفعله الاختيار ده لو حابب. تمام،
فالمهم هنا الهاتف بتاعنا اشتغل تمام اهوت وبدون اي مشاكل، ولكن لو انتظرنا يعني كذا ثانية كده 5 ثواني او 5 دقائق اعتقد هيبدأ يطالبك بانك تشتري النسخة المدفوعة من البرنامج ده، ولكن احنا مش هنشتري النسخة المدفوعة، احنا هنركب الكراك. وعلى فكرة يا شباب هنا يعني التحكم سهل جدا وبسيط زي ما حضراتكم شايفين، يعني ممكن تتحكم في كل التطبيقات. ده طبعا شاشة الهاتف بتاعي يعني بكل التطبيقات موجودة، لو جيت هنا اتصفح الفيس يعني بيبدأ يدخل والتصفح سريع زي ما حضراتكم شايفين كده، فبصراحة برنامج ممتاز جدا وانصحكم بيه. تمام، دلوقتي احنا هنبدأ بقى نركب الكراك. تمام، هنبدأ نخرج من البرنامج بالشكل ده. تمام، هنبدأ نطلع من البرنامج كامل، هنبدأ نضغط هنا ونيجي على ايقونة البرنامج نعمل اكست عشان ونتأكد ان البرنامج خلاص اتمسح من هنا، وهنا هنتأكد برضو ان البرنامج اتشال من هنا زي ما حضراتكم شايفين، وهنيجي بقى على ايقونة البرنامج اللي هي دي يا شباب، هنبدأ نضغط كليك يمين، بعد كده هنضغط على كلمة open file location. تمام، وهنيجي هنا عند ايقونة البرنامج ونضغط كليك يمين ونعمل delete للبرنامج من هنا. تمام، هنا يا شباب هنا الايقونة اتمسحت خلاص اهيت، هنسيب نفس الصفحة دي شغالة وهنيجي كده نجيب الكراك ده، الكراك اهوت هنبدأ نسحبه كده. تمام، ونحطه في الصفحة اللي احنا فتحناها، هنبدأ بس افتحها كده قدامكم اهي، هبدأ اسيبه هنا في الصفحة دي وهضغط هنا. تمام، هتلاحظ ان البرنامج جه هنا اهوت اللي هو الكراك. تمام، هنبدأ بقى نخرج خلاص كده، احنا فعلنا البرنامج 100%. تمام، هنبدأ بقى نخش هنا على البرنامج بكل سهولة، مش هيطالبني بتفعيل ولا اي حاجة لان ديت خلاص نسخة مفعلة 100%. طبعا هنا بيطلب مني اني اعمل موافق في الهاتف، هبدأ اعمل له سماح. تمام، هنا بنتظر ثواني اهوت، طبعا العد بقى سريع جدا عشان دي تاني مرة ادخل على البرنامج، هيبدأ يدخلني مباشرة ثواني كده وهيبدأ على طول يدخلني لواجهة الهاتف زي ما حضراتكم شايفين. تمام، هنا زي ما حضراتكم شايفين ممكن بقى نكبر كده زي ما حضراتكم شايفين، الصراحة يعني برنامج شكله احترافي جدا وأنيق، وبتقدر إن أنت تتحكم بالهاتف الخاص بيك بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين كده وسريع جدا. وطبعا يا شباب في اختيارات هنا هي اللي هي الكاميرا وتكبير الشاشة زي ما حضراتكم شايفين، طبعا انت كده خليتها بطول الشاشة، ممكن لو عاوز تصغرها تاني تضغط هنا زي ما حضراتكم شايفين. عندنا طبعا اختيارات كتير، منها تصوير فيديو، وهنا كيبورد خاص بالبرنامج ده ممكن تكتب على التليفون من خلاله يعني، ومميزات كتيرة جدا بصراحة في البرنامج ده. تمام، هو كده خلاص احنا فعلنا البرنامج 100% زي ما قلت لكم، ومش هيحتاج تفعيل خالص. فبكده يكون انتهى فيديو النهاردة، اتمنى رب يكون عجبكم الفيديو. طلب بسيط بقى قبل نهاية الفيديو، يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. وطبعا زي ما قلت لكم ان شاء الله هسيب لكم رابط تحميل البرنامج ورابط تحميل الكراك موجودين في وصف الفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد على قناة أحمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.